فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما ننكر على المشركين في بلادنا وننكر على عباد القبور يقولون إنك وهابي. الحمد لله، هذا طيب. اللي ينكر عبادة القبور ينكر الشرك، الحمد لله، هذا شرف لنا. نعم. وأن لا يهولنكم هذا، استمروا، أنتم تريدون الخير لهم، والله إنكم تريدون لهم الخير، ما تريدون لهم الشر، تريدون تعييرهم أو تنقصهم. قولوا لهم هذا، قولوا: نحن نشفق عليكم ونخاف عليكم ونريد لكم ما نريد لأنفسنا من معرفة الحق والعمل به. ائتوهم بطريقة كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسلكوا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وسار عليه الدعاة والمصلحون، وسلا تنعدم الفائدة لكم ولغيركم بإذن الله، تحصلون على الأجر، ويهدي الله على أيديكم من يشاء ويحصل لكم أجر في هذا عظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فاصبروا على هذا، اصبروا واستمروا ولطفوا الكلام معهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا سيما وهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يريدون الخير. ولو حنا نبيكم تعرفون الإسلام ما هو لجل يصير إسلامكم صحيح، قولوا لهم كذا. نعم. لا تقولوا لهم أنتم كفار، أنتم مشركون، أنتم وأنتم تجونهم بالعنف، هذا ينفرهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: ويقولون أن محمد بن عبد الوهاب ألف مذهبا جديدا وخرج عن المذاهب الأربعة. قولوا لهم هاتوا لنا مذهب ابن عبد الوهاب الذي خرج به عن المذاهب الأربعة، نحن نصدقكم. إذا جبتم مذهب مستقل لابن عبد الوهاب نصدقكم كلام، لكن ابن عبد الوهاب حنبلي، هو يعترف بهذا أنه حنبلي وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه يمشي على القول الراجح بالدليل، ما هو بحنبلي مقلد تقليد أعمى، إنما يأخذ من كلام أحمد ومن غيره ما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم.